تعالوا نشوف الكيش لورين وهو مقاديره عباره عن عجينه مكونه من 3 كوبايات دقيق وصفار بيضه ونص كوبايه زبده ورشه ملح وميه لاتمام العجن. هقول تاني، 3 كوبايات من الدقيق وعندنا صفار بيضه ونص كوبايه من الزبده ورشه ملح وميه لاتمام العجين. اما الحشو فهو عباره عن 4 بيضات وربع كيلو من اللحم المدخن، وانا سايب حته سليمه عشان تشوفوا الفرق اللحم المدخن عامل ازاي. وقطعناه مكعبات، يعني ربع كيلو من اللحم المدخن. عندي كمان ربع كيلو من الجبنه المكعبات، جبنه شيدر او جبنه جوده. عندي نص كوبايه كريمه وكوبايه لبن ورشه جوزه الطيب. وهقول تاني المقادير بتاعه الحشوه، كوبايه لبن واربع بيضات وربع كيلو من الجبنه الجوده المكعبات وربع كيلو من اللحم المدخن ورشه جوزه الطيب ونص كوبايه كريمه. وتعالوا نعمل العجينه مع بعض. اول حاجه هناخد الثلاث كوبايات دقيق ونحط لهم رشة الملح، وكمان نحط الزبدة نص كوباية وصفار البيضة، وهنخلط كل ده مع بعضه وبعد كده نزوده مية شوية بشوية. هقول تاني، حطينا هنا 3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية زبدة وصفار بيضة ورشة ملح، كل ده هنخلطه مع بعضه وبعد كده هنزود عليه الميه شويه بشويه لغايه ما تبقى معانا عجينه ملساء، يعني عجينه كده متماسكه وشكلها كويس. بعد كده هنخلط الخليط بتاع الحشو مع بعضه. شايفين بدأت تعمل كرامبل، اللي هو حبات زي حبات الكسكسي. هنزود الميه دلوقتي شويه بشويه لغايه ما تلم معايا العجينه وتتجانس مع بعضها. بعد كده اخد العجينه دي والفها واسيبها ترتاح شويه في الثلاجه، اسيبها ترتاح معايا شويه في الثلاجه كده. العجينه شايفين انا ما حطيتش ميه، مش هزود ميه تاني. بدات العجينه تلم معايا، انا هدي شويه المكنه بتاعتنا اهو، ونروح نجيب شويه دقيق، شويه من الدقيق، وبعدين ناخد بقى العجينه بتاعتنا بعد ما لمت معايا اهي. اهي شايفين شكلها عامل ازاي وقوامها؟ اهي اهي شايفين؟ ونفرد كده ونفردها علشان نحطها جوه الفورمه بتاعتنا. لسه لا ما اتعلمتهاش. انا مره جبت واحد يعملها اسامه مره من زمان، من زمان. هو اسامه بيسالني عشان برضو ما تعرفه انا بقول ايه، بيسالني بيقول لي انت تعرف تعمل الحركه بتاعه الفطاطري؟ قلت له لا ما اعرفش اعملها، ما اكذبش يعني. مره جبت واحد فطاطري معايا على الهوا بس ما كناش في تلفزيون الحياه وعملناها يعني. شايفين بنفردها كده، وبعد كده العجينه عشان مخدومه صح بدأت تلف تفرد معايا كويس من غير ما تكش. بعد كده هاخدها اقلبها كده ونسكنها، يعني نسكنها يعني ننزلها كده. والعجينه دي بسمك نص سنتي، السمك بتاعها نص سنتي. شايفين برضو التسكين ده اهم حاجه في المرحله الثانيه من العجين بعد العجن اهو. وناخد الزيادات كده ونقطعها، تطلع معايا الزياده دي. ممكن اعملها في فرم صغيره، لو عندي انا الفرم الصغيره بتاعت السابليه او بتاعت الحاجات الصغيره اللي احنا بنعملها ممكن نستعملها فيها. بعد ما سكنت العجينه كده، شايفين الحركه اللي انا بعملها دي؟ تعمل لها شكل جمالي برضو مختلف شويه في الخروب بتاعتها. هنروح نجيب بقى بول ونخلط كل المقادير مع بعض، اللي هي اللبن كوبايه لبن والبيض 4 بيضات، وبعدين رشة جوزة الطيب صغيرة، رشة صغيرة من جوزة الطيب، وكمان الكريمة، وبعدين هنقلب ده كله مع بعضه كده وهنديله شوية ملح صغيرين وشوية فلفل صغيرين اهو. يبقى احنا حطينا هنا في الخليط ده ايه؟ حطينا
بيض واللبن كوبايه لبن واربع بيضات وشويه نص كوبايه كريمه، وادي اللحم المدخن والجبنه المكعبات، وناخد الخليط ده بقى نقلبه تقليبه اهو. ممكن تضيفوا بقى فلفل الوان، ممكن تضيفوا حاجات تانية اضافات تانية، بس ده الاساس بتاع الكيش لورين اهو. هنحط كده الاول لغايه ما نملى كل كميه اللحمه وكمان الجبنه اللي عندي، وبعد كده ازود صوص عشان نملى بقيه الاماكن اهو. واحنا بنطلع كل كبشه من دول كده بيطلع معايا شويه من الصوص، مش مشكله، المهم تيجي في النهايه ان انا احط كل كميه الجبنه، ممكن يكون زياده عندي المقدار على الحجم بتاع الفورمه بتاعتنا. بعد ما هعمل ده ادخلها الفرن، يعني هتاخد معانا في الفرن وقت مش اقل من ربع ساعه لثلث ساعه لغايه ما تستوي معانا، وان شاء الله نوريها لكم بعد ما تطلع معانا شكلها عامل ازاي. عشان كده هستاذنكم هناخد اول فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنكمل مع بعض ونعمل كفته بالرومي المدخن مع صدور الديك الرومي بطريقه مختلفه وطعم حلو قوي، ولكن بعد الفاصل. بتاعنا استوى اهو، وهنطلعه اهو. شايفين بالهنا والشفا، ده شكل الكيش، ولما يهدى بقى هنقطع منه شويه عشان تشوفوا شكله عامل ازاي من جواه، بس هو بالهنا والشفا. تعالوا معانا